بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه والسلام على اشرف خلقه اجمعين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أحبائي أعزائي، أخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في قلوب طاهرة. هذا البرنامج الذي نسعى فيه إلى صناعة الإنسان المتقي عبر توضيح صفات المتقين التي وردت في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام، التي وصف فيها المتقين، وعبر طرح توصيات عملية نقوم بها فعليا، التزام عملي نقوم به فعليا في حياتنا العملية في الخارج، نطبقها لكي نصل إلى الإنسان المتقي. في الحلقات السابقة، تحدثنا عن كثير من الصفات وضعنا كثير من التوصيات، انا اتمنى منك اخي وعزيزي المشاهد انك طبقت هذه التوصيات، وانت الان تطبقها، وانت الان تريد ان تستزيد من هذه التوصيات لكي تطبقها، لكي ناتي في نهايه هذا الشهر الكريم ونحن متحصلين على على مجموعه كبيره من التوصيات هي التي تصنع الإنسان المتقي هذه الحلقة نتكلم فيها حول صفة من صفات المتقين وهي فهم والجنة يقول أمير المؤمنين عليه السلام فهم والجنة كمن قد رآها فهم, فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. رائعة هذه الصفة، إنصافا. المتقون كأنما رأوا الجنة رؤيا عين. وليس فقط رأوها رؤيا عين، وإنما استشعروا حلاوة ولذة الجنة. وهم أيضا المتقين كمن راى النار رؤيا عين وليس فقط ذلك وانما استشعروا اذاها وغضب الله سبحانه وتعالى المتمثل فيها بمعنى انهم اندمجوا انصهروا في هذا في في وصف الجنه حتى انهم راوها واستشعروها لم يروها فقط وانما استشعروها لان فعلا في بعض الاحيان انت ترى هذه الاكله امامك بهذا الشكل جميله انت الان فقط رايتها انت متيقن الان بوجودها يزيد هذا اليقين عندما تتذوقها عندما تستشعر حلاوتها هذه كمثل الجنه في بعض الاحيان انت ترى النار امامك الموقد يشتعل ترى النار امامك الرؤيه الان يقين وجود وجود النار يزيل هذا اليقين عندما تضع يدك في النار وتستشعر حرارتها المتقين بهذه الحاله راوا الجنه رؤيا عين وراوا النار رؤيا عين هل هذا فقط لا وانما راوها واستشعروا لذتها بالنسبه للجنه راوها واستشعروا اذاها وغضب الله بالنسبه الى النار بمعنى انهم وصلوا الى مرحله ذابوا فيها في الجنه وذابوا فيها في النار الاعتقاد بالجنه وبالنار اعتقاد يعني الجنه والنار من من ضمن العقائد من ضمن العقائد الايمانيه التي تؤثر فعليا في في حياه الانسان وتنعكس على ما يقوم به من اعمال يعني من يؤمن بوجود الجنه ويؤمن بوجود النار ينعكس هذا الايمان في عمله هنالك براهين على وجود، أنا سوف إن شاء الله أسرد بعض بعض البراهين بشكل سريع جدا لأنه هذا أمر عقائدي يحتاج إلى تفصيل ولكن سوف أسرد البراهين التي تبرهن لنا وجود الجنة وتبرهن لنا وجود النار. بعد ذلك سوف أنتقل إلى درجات الإيمان بوجود الجنة وبوجود النار. وبعد ذلك إن شاء الله نذهب إلى تطبيقات و توصيات عمليه. هنالك براهين نقليه وبراهين عقليه على وجود الجنه والنار. البراهين النقليه يقول الله سبحانه وتعالى في سوره الشورى فريق في الجنه وفريق في السعير. الجنه والنار، السعير اسم من اسماء النار مرادف الى النار. فريق في الجنة وفريق في النار. يقول ايضا في سورة الحشر: لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. هنالك نار وهنالك جنة. ايضا يقول في سورة النازعات: فأما من طغى من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طغيان زائد. آآ آآ الايثار في حياه الدنيا ان يطلب حياه الدنيا يساوي الجحيم هي المأوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. خوف من مقام الله سبحانه وتعالى امتناع عن ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى يساوي الجنه هي المأوى، فاذا يوجد جنه ويوجد نار. أيضا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وحقيقة هنا دعونا نضع أو نفتح قوسين زحزح لاحظوا هذا اللفظ زحزح هذا هو التزحزح بش... ابتعاد بصورة قليلة جدا جدا. هذا الابتعاد بصورة قليلة جدا جدا عن النار والدخول في الجنة هذا هو الفوز. والا فكانما يريد الله سبحانه وتعالى يقول أنه ان ان آه الانسان باعماله اقرب الى النار منه الى الجنة. في حال ان الله سبحانه وتعالى يساعدنا برحمته يساعدنا آه برأفته يساعدنا بان يقول لنا هذا هو الطريق الصحيح هذا هو الطريق الغير صحيح. قد دلنا على الطرق الصحيحه والطرق الخاطئه وبعد ذلك يقول فمن زحزح عن النار. هذا هذا من جانب البراهين النقليه من جانب الايات، من جانب الروايات ايضا كثيره جدا 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 اختصرها واذهب الى البراهين العقليه على وجود الجنه والنار. الجنه والنار هما عقاب وثواب. الجنة تمثل الثواب والنار تمثل العقاب. ولولا وجود الجنة والنار الثواب والعقاب لكانت لا توجد هنالك حكمة. <تصفيق> <تصفيق> عفوا لا توجد هنالك حكمة إلهية من الخلق. بل أكثر من ذلك وهو أن وجود الجنة ووجود النار دليل واضح على وجود الحكمة. هنالك من يقوم بأعمال كثيرة في في الدنيا ولا يحصل على نتائجها نتائجها في الدنيا. يقوم بأعمال مزرية ولا يحصل على نتائجها ولا يحصل على العقاب المناسب. يقوم بأعمال ممتازة ولا يحصل على الثواب. إذن هذا يخالف الحكمه اين ثوابي انا قمت بعمل كذا 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 اين ثوابي انا امتنعت عن كذا 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 اين ثوابي انا هذا الانسان قام باعمال مزريه كذا كذا سرق كذا ضرب الى اخره اين عقابه ظلم اين عقابه وجود الجنه ووجود النار دليل على دليل على الحكمه الالهيه الذي يحسن يذهب الى الجنه الذي يسيء يذهب الى النار. ايضا وجود الجنه وجود النار دليل على عدل الله سبحانه وتعالى. لان العدل الالهي نتائجه ان الانسان يكون مؤمنا مؤمنا بالجزاء العادل. من يعمل صالحا جزاؤه الجنه. من يعمل آه من يعمل سيئا جزاؤه النار. ايضا من نتائج العدل الالهي انصاف المظلومين والظالمين، هذا اعتدى على هذا، هذا ظلم هذا. اين الانصاف؟ اذا لم ياخذ المظلوم حقه من الظالم في الدنيا. انسان ظلم انسان ومات. هذا الانسان لا زال مظلوما ولا زال يعاني من ظلم فلان الذي انتهى هذا الانسان قتل فلان هذا ذهب خسر حياته مات هذا الميت المظلوم يحتاج الى ان ينصف يحتاج الى ان يعوض اين يكون التعويض اين يكون الانصاف في يوم المعاد في يوم الاخر حيث يذهب المسيء إلى النار ويذهب المحسن إلى الجنة وهو هذا هذا الأمر هو التعويض الإلهي للمحسن والعقاب الإلهي للمسيء فإذا أحبتي وعزائي نحن طرحنا في هذا الجزء في الجزء الأول من هذه الحلقة كيف ان المتقين يرون الجنه ويستشعرونها ويرون النار ويستشعرونها واثبتنا بالنقل ولو بشكل مختصر ولو بشكل مقتضب بالنقل والعقل ان الجنه ضروريه والنار ضروريه ان الجنه موجوده والنار موجوده لكثير لاكثر من هذا التوضيح انا اطالبكم وادعوكم إلى أن تذهبوا وتقرأوا وتسألوا. تسألون إمام المسجد، تسألون من هم أكثر علما، من هم أقرب؟ ها اسألوهم ت... يعني تواصل، اع... اذهب واطلب العلم، تعلم فإن المرء لا يولد عالما. في هذا المجال، في مجال الجنة وفي مجال النار، لكي تصبح عندك يصبح عندك على الاقل النظريه موجوده. هذا الامر الذي تكلمنا عنه في هذا الجزء، بعد الفاصل سوف نتكلم عن مراتب اليقين بالجنه والنار، سوف نعطي توصيات وسوف توصيات عمليه مع بعض التطبيقات العمليه. هذا كله بعد الفاصل ان شاء الله، نذهب الى الفاصل القصير ونرجع انتظرونا. اهلا وسهلا بكم احبائي واعزائي المشاهدين مره اخرى. في هذه الحلقه نحن نتكلم عن الصفه الصفه التاسعه في ضمن الصفات التي طرحناها للمتقين وهي فهم والجنه كمن قد راها فهم فيها منعّمون. وهم والنار كمن قد راها فهم فيها معذبون. وهذه الصفة يعني فعلا اجد انها صفة جميلة، وجمال هذه الصفة يكمن في فيها منعَّمون او فيها معذبون، ليش؟ لأن الوضع لا لا يقتصر على العلم فقط، وإنما الإحساس الإحساس الحسي المادي هؤلاء اندمجوا في الجنه كانهم يتلذذون بها، واندمجوا في النار كانهم يعذبون فيها. اندماج ليس فقط على مستوى النظريه، وليس فقط على مستوى العلم، بل اندماج حقيقي، حق حقيقي بصوره كانهم يستشعرونها حقيقه في حياتهم، هذا ما سوف نتكلم عنه الان. في مراتب اليقين بالجنه والنار. قبل الفاصل تكلمنا ولو بصوره مختصره ومقتضبه حول كيف ان الجنه والنار برهنا عليهم نقليا وعقليا بصوره مختصره. المتقين يعيشون مراتب، طبعا الايمان بالجنه بالنار مراتب. بالجنه والنار مراتب. المتقين يعيشون مراتب الايمان بالجنه والنار بصوره عاليه جدا. لنطرح هذه المراتب ثم لنضع المتقين في المرتبه التي هم فيها. اول مراتب العلم بالجنه هي مرتبه علم اليقين. وهذه هذه المرتبه علم اليقين هي مرتبة العلم النظري. اذا طرحنا نظرية وجود الجنة والنار واستدللنا عليها بالقوانين، بالامور العقلية، بالبراهين وثبت لدينا ان الجنة موجودة وان النار موجودة. فهذا الثبوت ثبوت عقلي مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا الثبوت ثبوت عقلي اجيب اعوض عن الواحد بشيء، اعوض عن الواحد الثاني بشيء، بعدين اعوض عن الاثنين بشيء. سين زائر صاد يساوي دال. سين واحد، صاد واحد، دال يساوي اثنين. هذا علم اليقين، العلم النظري والذي ينعكس على الاطمئنان القلبي. الان العاقل حكم. في مرتبة علم اليقين العقل يحكم على ان الجنه والنار موجودتين من اين حكم؟ حكم من خلال البراهين من خلال من خلال الخروج من المعلوم للمجهول، بعض البراهين بعض المعلومات موجوده الجزئيه وصلتنا الى القاعده الكليه وجود الجنه والنار. اصحاب هذه المرتبه يعيشون اليقين بوجود الجنه والنار والمعاد وال والجزاء والعقاب ولكن ولا يداخلهم شك في ذلك، ماكو ما, ما عندهم شك بذلك ان الا انهم لا يشاهدون ذلك رؤيا عين. هؤلاء الذين موجودين موجودين في هذه المرتبه يؤمنون بوجود الجنه والنار. لا يشكون في ذلك، لا يرتابون في ذلك، ولكن هذا الايمان ايمان عقلي ليس ايمان لم لم يصلوا الى الرؤيه، اما المرتبه الثانيه هي مرتبه عين اليقين، في هذه المرتبه يصل الـ الـ الانسان في درجة إيمانه بوجود الجنة والنار إلى مرتبة المشاهدة فكأنما يرى الجنة أمامه وكأنما يرى النار أمامه في المرتبة الأولى حكم عقله عن طريق البراهين والمنطقيات وإلى آخره بوجود الجنة ووجود النار هل شاهدها؟ لم يشاهدها واقصد هنا بالمشاهد انه لم يصل الى مرتبه كانه يراها. لا. وصل الى هو المرتبه التي وصل اليها عن طريق المنطقيات. عن طريق البراهين. هل يشك؟ لا يشك. هل يرتاب؟ لا يرتاب، ولكنه لم يصل الى مرتبه كانه يراها. في مرتبه عين اليقين يصل الى مرتبه كانه يرى الجنه موجوده امامه ويرى النار موجوده امامه ولكنه في هذه المرتبه لا يستشعر بهما يراها كانه يراها وهذه مرتبه من راتب اليقين أن هذا المصباح امامي اراه اراه فانا متيقن انه موجود هذا القلم هذا الكتاب هذه الكتب هذه الطاوله هذا الاستديو انا متيقن بوجودهم لماذا؟ لان انا اراهم موجودين امامي هذه مرتبة ثانية من مراتب اليقين وهي مرتبة عين اليقين. أه سئل أمير المؤمنين عليه السلام هل رأيت ربك حين عبدته؟ قال عليه السلام ويلك وكيف أعبد ربا لم أره؟ كيف رأيته يا أمير المؤمنين؟ قال, قال قد رأته بصائر القلوب يعني نظر إلى ربه عن طريق البحر وصل إلى مرتبة عين اليقين كأنما يراه أمامه ولا يراه أمامه جسدا لا يرى آثاره أمامه واضحة أمامه الله موجود في كل مكان هذه مرتبة عين اليقين المرتبة الثالثة وهي مرتبة حق اليقين هؤلاء تعدوا مرحلة المشاهده وصلوا الى اي مرحله وصلوا الى مرحله الاستشعار وصلوا الى مرحله الاستشعار المرتبه الاولى مرحله اليقين العقلي المرتبه الثانيه مرحله اليقين النظري بالعين مو النظريه بمعنى آه القانون لا النظريه بمعنى العين هذا انا اراه امامي ومتيقن آه بوجوده اكثر اكثر من ذلك مرتبه الاستشعار اعيش فيه انا الان المس هذا استشعر وجودهم حتى وان كانت عيني معطله انا استشعر بوجوده حتى وان لم اره استشعر بوجوده هذه مرتبه متقدمه جدا مرتبه حق اليقين خلاص حقيقه لا يمكن انكارها باي وجه من الاوجه هؤلاء الذين يعبر عنهم امير المؤمنين عليه السلام هؤلاء الذين عاشوا الجنه ليس فقط على مستوى النظريه وليس على مستوى الرؤيه بل على مستوى الاستشعار رأوها واستشعروا لذتها في الجانب في جانب الجنه رأوها واستشعروا غضب الله سبحانه وتعالى وأذاها في جانب النار في بعض الأبيات للشيخ حسن الدمستاني عندما كان يصف أصحاب الإمام الحسين عليه, عليه, عليه السلام كان يقول شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رؤيا عين ما الذي جعلهم مندفعين إلى الدفاع عن الإمام الحسين لما رأوه لما صار واضحا أمامهم رأوا الجنة وراء الإمام الحسين ولم يروها فقط رؤيا عين شاهدوها كشفا، التمسوها، تحسسوها آه، عاشوا لذتها، استشعروا لذتها فهؤلاء هم المتقون الذين يستشعرون الجنة ويستشعرون النار كأنما إذا رأى. إذا رأى آه، معصية يراها على حقيقتها يراها نارا تتحرك في في لتلتهمه لو كان في مجلس وكان هذا المجلس يتداول الغيبه هو يستشعر الغيبه كانها نار تؤذيه كانما النار كانما هؤلاء الذين يغتابون حواليه يخرج من فيهم النار عندما يتعرض الى الى مشكله فيها عدم رضا الله سبحانه وتعالى. يرى يراها على حقيقتها. عندما يعيش حاله الطاعه بين يدي الله سبحانه وتعالى يصلي صلاه الليل كانما يستشعر وجود النار يستشعر وجود الجنه، كانما هو يعيش في الجنه عندما يقوم بالطاعه، فلذلك هذين يلاصقون الطاقه الطاعه، يذوبون في الطاعه، يستشعرون الطاعه، يعيشون فيها. هنا نذهب إلى التوصيات العملية. أنا متأكد أنك أيها الحبيب أيها المشاهد العزيز تريد أن تعيش تريد أن تعيش في 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 إيمانك بالجنة وبالنار حياة المتقين في حق اليقين تستشعر حلاوة الجنة تستشعر عذاب النار هذا يدفعك لرضا الله وهذا يدفعك للابتعاد عن سخط الله أحبتي وأعزائي وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة على أمل إن شاء الله أن نلتقيكم في حلقة قادمة نتحدث حول صفة أخرى من صفات المتقين ذلك الوقت أسألكم الدعاء في أمان الله